السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. الفريق الهندسي لقوات الجيش الوطني بشبوة يواصل تمشيط المناطق التي تم تحريرها مؤخرا. اللواء طيمس يشهد حفل اختتام العام التدريبي لقوات حماية الشرطة الجوية في مطار سيئون. استهل النشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ناطق الحكومة اليمنية إن هناك تفاهمات دولية تجري مع جميع القوى والأطراف اليمنية بما فيها الأشخاص الذين كانوا في صف الرئيس السابق صالح دون استثناء، وذلك لتوحيد الصف اليمني لمواجهة الميليشيا الحوثية. وأكد راجح بادي للشرق الأوسط إن الجهود الحثيثة والتفاهمات الدولية التي يجري العمل عليها جاءت بغرض توحيد الكتل السياسية والعسكرية والاجتماعية لمواجهة ميليشيا الحوثي المعادية لليمن ودول الجوار. وأشار بادي إلى أن الجهود التي تبذل لتوحيد الصف تحت راية واحدة لمواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية حققت نجاحا كبيرا سيعلن عنه وسيعلن عن تفاصيله خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال بادي ما يحدث في اليمن عبر ميليشيا الحوثي هو مشروع إيراني بحت لا يمت للأمة العربية ولا للعرب بصلة، وإذا لم تتوحد الكتلة السياسية والعسكرية والاجتماعية في خندق واحد للدفاع عن اليمن وعروبته أمام المشروع فسيخسر اليمنيون كثيرا. تمكن الفريق الهندسي لقوات الجيش الوطني من نزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة الفردية والموجهة والمتحكم بها عن بعد بالمناطق التي تم تحريرها في منطقة بيحان. وأشارت المصادر إلى أن فريق نزع الألغام لا يزال يعمل على تمشيط المناطق المحررة. وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي قد حققت الجمعة يوم أمس الأول انتصارات كبيرة وحررت مدينة بيحان ومناطق واسعة في جبهة بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة. عادت الحياة لطبيعتها في مديرية بيحان بمحافظة شبوة بعد أن تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تطهيرها من الميليشيا الحوثية في معركة خاطفة. مراسلنا محمد القليصي زار المدينة واستطلع أوضاع المدنيين، نتابع. مشاهدينا الكرام، نحن الآن هنا في منطقة في مركز مديرية بيحان في محافظة شبوة بعد أن تم تحريرها من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نستطلع أحوال الناس والأوضاع التي يعيشها المدنيون هنا في هذه المدينة. لدينا هنا العقيد سواد عمر العياشي مدير البحث الجنائي في محافظة شبوة ليحدثنا عن الوضع في المدينة هنا في مركز مديرية بيحان. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا جزيلا للاعلام الذي يوصل الى هذه المنطقه. وطبعا لا شك نحن نعرف جميعا هذه مدينه العليا هي اكبر مدينه في محافظه شبوه، ومدينه العليا عاصمه مديريات بيحان الثلاث. وامس تحركت قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه لتطهيرها من الميليشيات الانقلابيه. الامن الان يعني في المدينة يسير بشكل طيب، أبناء المدينة متعاونين مع قوات الجيش الوطني ومع المقاومة الشعبية وكذلك اللجان الشعبية التابعة للمقاومة الشعبية الموجودة في المدينة. ونحن الآن كلفنا أحد الضباط من رجال الأمن على أساس يمسك إدارة الأمن ويبدأ يجمع أفراد الأمن وأفراد المقاومة الشعبية من المدينة ويشكلوا نقاط تفتيش ويشكلوا حمايات أماكن ومحلات ودكاكين الناس. طيب هل الناس يعيشون الآن في أمان؟ لاحظنا أن المحلات بدأت تفتح والناس يمارسوا حياتهم الطبيعية، يعني هل تم تطبيع الحياة المدنية في المدينة هنا بشكل طبيعي؟ لا شك أنكم رأيتوا ذلك بأنفسكم. الآن الناس مع أنه نأكد لكم أن المعركة لا تزال في أطراف المدينة الآن، لكن الناس تشعر بأمان.
وفتحوا محلاتهم وانظروا الى تجمعاتهم في الشارع. تمام، الناس يعيشوا في وضع امن جيد، والان الناس متماسكه ومتناسقه والامور تصير بشكل طيب. اذا المدينه الامن مستتب فيها، الناس يعيشون هنا وضعهم الطبيعي، المعارك ربما لتمشيط بقيه الجيوب التي هي على اطراف المديريه. هذا صحيح، المعارك هي الان تمشي في الاتجاهات البعيده من المدينه. المدينه بدات يعني تطهيرها بشبه كامل، يعني ما يعادل 95% تم تطهيرها. اللهم قناص اثنين لا يزالوا في الاطراف البعيده من المدينه، الان يتعاملوا معهم رجال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه، والناس تعيش الان حياه طبيعيه عاديه في المدينه. اذا كما نلاحظ مشاهدينا الكرام، الحياه طبيعيه هنا في مديريه في مركز مديريه بيحان. الناس خرجوا الى محلاتهم وبداوا يعيشون حياتهم الطبيعيه في هذه المنطقه التي تم تحريرها خلال الساعات الماضيه. محمد القليصي لقناه سهيل، مديريه بيحان، محافظه شبوه. الروح والدم نفديك يا يمن، الروح والدم نفديك يا يمن. هذا ومثلت الانتصارات الكبيرة التي شهدتها جبهة بيحان بمحافظة شبوة دليلا على أهمية التنسيق والتكامل بين وحدات الجيش مع التحالف العربي وأبناء القبائل. نتابع. تبوح بيحان بما تتمناه مناطق سيطرة الميليشيا، فإذا البوح تحرير ناجز تشتاق له كل ربوع اليمن ويضحي لأجله جل اليمنيين. لم يكن غريبا ولا جديدا على شبوة أن تشب فيها نار الحرية، فالأرض التي لقنت الميليشيا دروسا منذ انتفاشتها وحتى الآن تجني ثمار التضحيات المتواصلة، انتصارات متتابعة، انتصارات أدت خلالها الساعات الماضية لاستكمال تحرير عسيلان وبيحان التي استعاد الأبطال مركزها مدينة العليا بعد 3 سنوات من سيطرة الميليشيا عليها. المناطق التي استعادها أبطال الوطن تضم ممرات مهمة تؤمن من خلالها الميليشيا احتياجاتها شرقي البلاد، إضافة لاحتوائها على معسكرات وسجون ومركز عمليات ميليشيا الحوثي في شبوة. تحرير الأرض تزامن مع الهدف الأساس من التحرير، تحرير الإنسان، إذ حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عشرات المعتقلين من سجن الميليشيا الإنقلابية وسط مدينة العليا بعد تصفية آخر جيوب الميليشيا في المدينة، وهي خطوة في مسار التحرير الذي يهدف لاستعادة كل بقعة من الوطن وتحرير كل المواطنين. تتحرر شبوة إذن، فتفر فلول الميليشيا باتجاه البيضاء، وفي البيضاء تنتظر الميليشيا أيام سوداء. فعلى امتداد اليمن المقاوم لا يبدو أن للحوثيين من غضبة الشعب أي عاصم، فإجرام ميليشيا إيران وتضييقهم على المواطنين ستكون نتيجته الحتمية أن تضيق بهم وعليهم الأرض، بما في ذلك أرض الكهوف التي منها انطلقوا ليعيثوا في الأرض الفساد. فعلى مقربة من كهوف الإمامة يقف جيش الوطن رافعا علم الجمهورية، وكما يصنع الأبطال ملحمة النصر في شبوة يصنع آخرون جزءا من الملحمة ذاتها في جبهات أخرى، لينتج من مجموع الجبهات مجتمع بلا ميليشيا، ويمن بلا انقلاب، ومستقبل بلا حروب. قال شهود عيان إن 7 من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا وأصيب آخرون في غارة لمقاتلة التحالف العربي في مدينة الجراح جنوبي محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت تجمعا لميليشيا الحوثي كانت تحت إحدى الأشجار بالقرب من نقطة أمنية عند المدخل الشمالي لمدينة الجراح. إلى ذلك سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في غارة للتحالف استهدفت تجمعا لهم بالقرب من منصة 22 مايو جنوبي مدينة الحديدة. إلى ذلك قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن جبهة الساحل تلتهم المزيد من القيادات الحوثية والمتحوثة. وأشارت المصادر لأن ميليشيا الحوثي اعترفت بمصرع عدد من قادتها الميدانيين في جبهة الساحل منذ انطلاق عملية تحرير الخوخة. وأوضحت المصادر أن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين جراء استهداف مقاتلة التحالف ومدفعية الجيش الوطني لعدد من القيادات التي كانت تقود مجندين مغرر بهم للقتال في حيس والتحيتة وزبيد والجراحي.
وأكدت المصادر مقتل أبو ياسين المدعو عادل عبد الله حنيشة والمدعو دهشوش وعبد الكريم الحساني وأنور عبد الله زيد المساوي، إضافة إلى عمران فيصل غثاية المكنى بالعاقل ومحمد أحمد حاسر المكنى أو الملقب بأبو أنور. وحذر مصدر عسكري في جبهة الساحل الغربي المتحوثين وكل من يتعاون أو يسهل للميليشيا الحوثية تحركاتها أو يمنحها مزارعه ومنشآته لتكون مخبأ للأسلحة أو مكانا للحشد وإمداد وتجمع لعناصرها. وقال المصدر العسكري إن ذلك يجعلها هدفا عسكريا. وأوضح المصدر بأن كل من يمارس عمليات اختطافات ومداهمات وحشد وتجنيد لصالح ميليشيا الحوثي سيكون هدفا لعمليات الجيش ومقاتلات التحالف. ودعا المصدر كل المتحوثين والمتعاونين مع الميليشيا سرعة التخلي عن هذه الميليشيا وتركها لمصيرها الأسود. وأكد المصدر أن الساعات والأيام القليلة القادمة حبلى بالمفاجآت التي ستشهدها جبهة الساحل الغربي، وأن تحرير كافة الإقليم التهامي بات وشيكا والنصر لا محالة قادم بإذن الله، ثم بجهود الجيش الوطني وأبناء تهامة وبإسناد فاعل من قوات التحالف العربي الذين يسطرون أنصع التضحيات في مختلف جبهات الدفاع عن اليمن وهويته العربية. قام محافظ ذمار اللواء علي محمد القوسي بزيارة تفقدية إلى جبهة صرواح غربي مأرب، وأثنى القوسي على الشجاعة والإصرار والصمود والحماسة الوطنية التي يتمتع بها المقاتلون من أبناء ذمار مع رفاق دربهم في الدفاع عن الوطن والجمهورية من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا أن ملامح الحسم باتت في الأفق وأن الحوثيين في وضع منهار. هذا وتبرع اللواء القوسي بمبلغ وقدر 2 مليون ريال لجبهة صرواح. إلى ذلك تحدثت قيادات عسكرية أثناء زيارة محافظ ذمار لجبهة صرواح عن اقتراب تحقيق الحسم واستكمال النصر وتحرير كل الوطن، مشيرين أن قوات الجيش الوطني أصبحت قادرة على الحسم وإنهاء الانقلاب. جهود حثيثة تبذلها القيادة العسكرية والسياسية في سبيل تحرير الوطن واستكمال النصر وتحقيق الحسم. نحن هنا وصلنا إلى جبهة صرواح لنرى ما هي آخر المستجدات. معنا الآن محافظ ذمار اللواء القوسي وقائد الجبهة وعدد من القيادات العسكرية، سنستطلع معهم آخر المستجدات وما هي التطورات المتسارعة التي ستطرأ على هذه الجبهة ومختلف الجبهات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي اللواء، في إطار ماذا تأتي زيارتكم إلى هذه المواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في موقع الشهداء المطل على سوق صرواح بموجب توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة المشير عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلفونا بأن نقوم بزيارة إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال للإطلاع وتفقد أحوال المقاتلين. فإن شاء الله إن ساعة النهاية قد قربت ونطمن آباءنا وأبناءنا وأمهاتنا وأخواتنا في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الإنقلابيين أن الجيش الوطني قادم وأن التحرير أصبح قريب إن شاء الله. إذن هنا معنا العميد يحيى حنشل وهو قائد جبهة صرواح، سيضعكم في المشهد الميداني وتطوراتنا في هذه الجبهة. أولا في البداية نشكر الأخ محافظ محافظة ذمار على اللفتة الكريمة بوجوده بين القادة والجنود الذي في الخطوط الأمامية. ثانيا موضوع جبهة صرواح مترامية الأطراف ويسعى حثيثا العدو في الاستماتة على التثبت، لكن هو في موقف الدفاع الضعيف ونحن في موقف الدفاع الهجوم المندفع إن شاء الله في الأيام القادمة القليلة. كما ذكر الأخ المحافظ، الأخوة في التحالف العربي مشكورين ما يقدموه من دعم كبير
شكرا لك. وللحديث حول معنويات أبطال الجيش الوطني المرابطين هنا في جبهة صرواح معي الآن العميد الركن علي عمار الجايفي وهو قائد اللواء 203 ليحدثكم عن معنويات الجيش الوطني هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ المحافظ وزيارته، وشكرا للقيادة السياسية والعسكرية. وهذا اللواء 203 يرابط في مواقع مهمة وأساسية في هذه الجبهة، وقدم الشهداء والجرحى الكثير، ولا نستكر ذلك على بلادنا وعلى ديننا. فاللواء والجيش الوطني بأكمله في هذه الجبهة وفي غيرها عندهم الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس من أجل الدين والوطن والعرض. شكرا لك. هنا عمليات اللواء 203 ما هي الرسالة التي تبشر بها اليمنيين خصوصا مع اقتراب حسم المعركة هنا؟ في البداية نشكر الأخ المحافظ على هذه الزيارة التي رفعت من معنويات المقاتلين في جبهة صرواح، وهي مرفوعة كما قال الأخ المحافظ وهي في أعلن السماء. أما البشارة التي يبشر بها أخواننا الذي ما زالوا يرضخون تحت الإنقلابيين بأن النصر قادم وأن الجيش الوطني في طريقه إلى تحرير جميع محافظات الوطن، ونقول لهم بأن الجيش الوطني على وتيرة عالية ومعنويات عنانها في السماء، ونقول أيضا للجيش والأمن الذي ما زالوا يرضخون تحت الإنقلابيين عليهم بالانضمام إلى الجيش الوطني وإلى المجاهدين من أجل تحرير اليمن من هذا الكابوس المظلم الذي أراد أن يقضي على قيم ومبادئ الشعب اليمني. شكرا لك. إذا هذه الزيارات تفضي إلى تسريع النصر المرتقب، سيما مع التقدمات التي يتقدم فيها الجيش الوطني في الحديدة وفي بيحان وفي نهم، وأيضا إذا ستشهد هنا جبهة صرواح تطورات خلال الأيام القادمة، وبات الحسم العسكري هو الأقرب والأنسب لليمن لتخليص اليمن من الميليشيات الإيرانية. ناصر الجمرة، سهيل، صرواح. قالت مصادر طبية في محافظة حجة إن المستشفيات استقبلت خلال اليومين الماضيين أكثر من 70 جثة حوثية من أبناء المحافظة، وأكدت المصادر بأن ثلاجات الموتى امتلأت بالجثث القادمة من جبهة الساحل الغربي. أشارت المصادر إلى مشاعر السخط العام من جرائم الميليشيا يسود معظم مديريات محافظة حجة، خاصة مع وصول عشرات الجثث للأشخاص الذين زجت بهم الميليشيا إلى جبهات الموت ليكونوا وقودا لحربها الإجرامية ومشروعها الإرهابي على الشعب ومصالحه وإرادته الحرة. قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم بالدبابات والكاتيوشا مناطق وقرى المواطنين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا قصفت عشوائيا منازل وممتلكات ومزارع المواطنين في الحبج والأجردي بمديرية الزاهر. وأضاف إن القصف العشوائي للميليشيا الحوثي على مناطق السكان يأتي بعد الخسائر التي منيت بها الميليشيا في عدد من الجبهات والمواقع. نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة إب استشهاد الأستاذ محمد القطوي أحد قيادات التجمع اليمني للإصلاح في مديرية بعدان، جرى استخدامه درعا بشريا من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء. نعى المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بمحافظة إب استشهاد الأستاذ محمد القطوي أحد قيادات الإصلاح في مديرية بعدان، والذي قضى نحبه فجر الأربعاء الماضي بعد استخدامه درعا بشريا من قبل الميليشيا الانقلابية في معسكر الشرطة العسكرية بالعاصمة صنعاء. وقال إصلاح إب إن الشهيد القطوي تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا الانقلابية في 8 فبراير 2016 بعد مداهمة منزله وترويع أطفاله وأسرته، وتم اختطافه دون وجه حق. وأكد البيان أن ميليشيا الحوثي الانقلابية مارست شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد الشهيد القطوي، وقامت بنقله من سجن الأمن السياسي في محافظة إب إلى صنعاء، مواصلة تعذيب المختطف القطوي، ثم نقلته في الفترة الأخيرة إلى معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء بقصد تصفيته. ودنا إصلاح إب ممارسات الميليشيا الحوثية الانقلابية المتمثلة في خطف المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية في المنشآت والمواقع العسكرية المتوقع استهدافها من قبل طائرات التحالف العربي، محملا إصلاح إب ميليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية القانونية والجنائية بحق الشهيد القطوي وبقية المختطفين الذين قضوا.
ولفت بيان إصلاح أبل أن استخدام المختطفين المدنيين كدروع بشرية في مواقع عسكرية جريمة شنيعة دائبت عليها الميليشيا وامتهنتها في سبيل تصفية خصومها، وهي أيضا محاولة لإذلال اليمني وترويضه للقبول بمشاريعهم الكهنوتية السلالية، كما يكشف هذا السلوك وبوضوح نزعة الميليشيا نحو الإرهاب وهوسها للدماء وتشربها للعنف واحترافها للجريمة في مخالفة لجميع التشريعات السماوية والقوانين الدولية. ونشد إصلاح إب الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية القيام بدورها في إيقاف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتحمل مسؤولياتها في حماية المختطفين المدنيين والعمل على سرعة الإفراج عنهم والعمل على تقديم قيادات الميليشيا الانقلابية إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. وأكد إصلاح إب مضيه خلف الشرعية اليمنية والجيش الوطني، وأن استهداف الميليشيا الانقلابية لكوادره وقياداته لن تزيده إلا إيمانا بعدالة قضيته الوطنية لمواجهة الميليشيا الانقلابية التي عاتت قتلا وفسادا في البلاد. شهد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس يوم أمس في مطار سيئون الدولي حفل اختتام العام التدريبي لقوات حماية الشرطة الجوية في المطار. واطلع طيمس على سير العمل في مطار سيئون الدولي وأداء الوحدات العسكرية والأمنية المرابطة هناك، وحث اللواء الركن طيمس الوحدات العسكرية والأمنية على رفع الجاهزية القتالية والدفاع عن الوطن والوحدة والدولة الاتحادية التي يتوق لها كافة أبناء الشعب اليمني، المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة. وثمن اللواء طيمس الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي تقف جنبا إلى جنب أبطال الجيش الوطني للدفاع عن الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتطهير كافة المدن والمحافظات من ميليشيا الحوثي الانقلابية وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني من صعدة وحتى المهر المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية المكونة من 6 أقاليم. استقبل وفد من الهلال الأحمر الإماراتي يوم أمس 23 جريحا في مطار عدن الدولي بعد رحلة علاجية في دولة الهند تكللت بالنجاح. وأعرب الجرحى عن شكرهم لدولة الإمارات التي تولت تكاليف رحلتهم العلاجية ودورها في دعم الشرعية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت منحا علاجية لجرحى الحرب شملت أكثر من 3000 جريح غادروا بلادنا للعلاج في كل من الإمارات والأردن والسودان والهند. نشرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. الفريق الهندسي لقوات الجيش الوطني بشبوة يواصل تمشيط المناطق التي تم تحريرها مؤخرا. اللواء طيمس يشهد حفل اختتام العام التدريبي لقوات حماية الشرطة الجوية في مطار سيئون. المزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.